بعض الناس يقول أنه مذنب، عنده ذنوب، نعم، فماذا يريد؟ ماذا يريد بعد الذنب؟ يريد أن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب. طيب استغفر الله سبحانه وتعالى، اسأل الله سبحانه وتعالى. نعم، لا يستغفر، لا يتوب، لا يدعو الله سبحانه وتعالى. تدعو من؟ يدعو أصحاب القبور. أصحاب القبور لو استطاع أن ينفع أحد نفع أنفسهم. ثم الله سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب رحيم سبحانه وتعالى، أمر العباد بأن يسألوا، ولم يأمر العباد بأن يسألوا الأموات والصالحين. فهذا يبحث، لماذا تبحث وتتعب نفسك وتذهب وتشرك شرك أكبر عندما تجعل بينك وبين الله وصائل تدعوه من دون الله؟ ادعو الله سبحانه وتعالى بالتوحيد بالإخلاص يستجاب لك. حتى كفار مكة عند الشدة ما كان يذهب إلى وسطاء، كانوا يدعون الله مخلصين له الدين. نعم، إذن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين عباده وسطاء شفعاء، لا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشفاعة، لأن الشفاعة حق لله، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة. بل بعد كل أذان ندعو الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعطي النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام، مقام الشفاعة.